الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. صحيفة الواشنطن بوست كشفت اليوم عن أول ضحية من السياسيين العراقيين من ضحايا قرار الرئيس الأمريكي اللي يمنحهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية أسوة برعاية 7 دول إسلامية أخرى. الواشنطن بوست ذكرت أنه بطلة حقوق الإنسان حسب ما وصفتها النائبة العراقية الأزيدية فيان دخيل كان من المفترض أن تكون في واشنطن خلال الأيام القادمة حتى تستلم جائزة مهمة، لكن قرار الرئيس الأمريكي راح يمنعها من دخول أمريكا. نائبة دخيل من جانبها تأسفت من قرار ترامب اللي حظر دخول العراقيين لأمريكا، وأعلنت أنه هي مدعوة لتسلم جائزة رفيعة لدفاعها عن حقوق الأزيديين، والمفروض تروح للولايات المتحدة يوم 8 بهذا الشهر، عفواً 8 شباط، والهسة ما تدري يسمحوا لها لو لا. بنفس السياق ناقش نائب رئيس الجمهورية نور المالكي الموضوع مع السفير الأمريكي دوغلاس ألين سليمان، وأبدى استغرابه من القرار ودعا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر به. السفير الأمريكي من جانبه أوضح أنه قرار منع السفر بهواية استثناءات راح تسمح لسلطات الأمن الداخلي بالتعاطي مع المسافرين، وهاي الاستثناءات أضيفت بعد صدور القرار. من هاي الاستثناءات إعلان البنتاغون عن سعيه لإعفاء العراقيين اللي خدموا مع القوات الأمريكية من مرسوم الرئيس الأمريكي، وأكد أن البنتاغون بصدد إعداد قائمة اسمية بهم، والقائمة تضم اللي قاتلوا واللي اشتغلوا كمترجمين. هذا الملف استرعى انتباهنا اليوم، أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي: حرس نينوى مسك التحرير لا يعني مسك الأرض، مع ترامب تعامل بالمثل أم اقتداء بالمثل، ورواتب التربية من رأس الشهر إلى شيب الرأس. حرس نينوى استعداد، حرس نينوى هجوم، حرس نينوى إلى الوراء در، وطلعوا من الأحياء الشرقية، حرس نينوى، حرس طرقعت الله. يمكن هالعنوان يختصر أزمة ثقة ما لها حل بين بعض الأطراف ببغداد وبين الطرف المصلاوي اللي يتمثل بحرس نينوى. من بداية المعركة واليومك ما صفينا على راي، حرس نينوى بالحشد لو برا الحشد، يتبع لأوامر القيادة العامة ببغداد لو مستقل براسه. ليش طلبوا منا المشاركة بتحرير 30 حي من أحياء الموصل وبعدين أمر العبادي بالانسحاب وبالفعل انسحب؟ شنو سالفة أمر القاء القبض اللي أعلن عنه يحيى رسول بحق أثيل النجيفي؟ دوخة ومتاهة وماكو تصريح يشفي الغليل حولها. صحيح زهير الجبور المتحدث باسم الحرس سرب شيل الإعلام واتهم كتلة دولة القانون بالتأثير على العبادي حتى يستبعد أهل الموصل من المعركة، ولهذا انسحبوا الحرس للشلالات بعد أن قدموا 36 شهيد بالمعارك وشاركوا بقوة بتحرير أحياء الساحل الأيسر. تصريح متوقع واتهامات مو جديدة، بس الجديد بيها برأينا هو انسحاب الحرس فورا، وهذا يشير إلى أن الأمور لحد الآن جاي تجري بمركزية، والدليل أنه قرار استبعاد الفصائل من المعارك داخل المدن والاقتصار على مكافحة الإرهاب وقوات الجيش والشرطة الاتحادية سار المفعول، وسبق أن اتطبق على الحشد الشعبي قبل حرس الموصل. هسه نسأل، هذا الشيء زين لو مو زين؟ زين طبعا، بس الأزين منه أن يتم الاتفاق على وضعية حرس نينوى وإعلان موقف واحد منهم، رسميين لو مو رسميين، قائدهم وضعه سليم لو كل يوم رافعين بوجهه توثية الاعتقال. يا جماعة ترى الشفافية حلوة، واسترداد ثقتنا ببعضنا أهم بهواية من استرداد أحياء الموصل، والتساهيل من الله. حرس نينوى إلى الشلالات دور. ناقش هذا الملف مع مؤسس حرس نينوى محافظ نينوى السابق سيد أثيل النجيفي،
أرحب بك سيد أثيل وأسأل عن الأسباب الكامنة وراء أمر القائد العام للقوات المسلحة بانسحاب حرس نينوى من الأحياء الثلاثين اللي شارك بتحريرها. هو بالتأكيد الأسباب سياسية فقط وليس هناك غير الأسباب السياسية. هناك قوة كثيرة لا تريد أن يكون هناك تواجد لأهالي الموصل في مناطقها على أمل أن تظهر قيادات جديدة من الموصل، قيادات سياسية مختلفة عننا نحن كقيادات سابقة موجودة. لا يهمهم إذا كان ذلك سيتسبب في أمن المدينة أو في اضطرابها. نحن يعني كحرس نينوى نقول يجب أن نكون دائما يعني لحل المشاكل، لن نكون سبب في مشكلة. عندما صدرت الأوامر بالانسحاب لم نتأخر دقيقة واحدة، نفذنا الأمر بسرعة لأننا نعتقد أن أي تأخر من قبلنا كان سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بيننا وبين الجهات الأخرى. جيد. الأسباب يعني ما تعودنا عفواً في مشاركتنا في المعارك انضباطنا. جيد. تعودنا على السيد العبادي القائد العام للقوات المسلحة إنه ما يدخل السياسة بالعسكر، وهذا السر يمكن هذا النجاح اللي شفناه خلال الشهور الماضية في عمليات تحرير الموصل. من تقصد باللي يعني أكو ملف سياسي مؤثر على الموضوع وأسباب سياسية وراء أمر العبادي؟ يعني هذا الموضوع هو السيد العبادي نفسه اللي وافق على خط التوزيع المسؤوليات في داخل مدينة الموصل في الصباح يعني اليوم، وتوزيع وكان حرس نينوى وأخذ قاطعين اللي يتضمنون 30 حي، وفي نفس اليوم بعد ساعات العبادي نفسه اللي صدر الأمر الثاني بانسحاب حرس نينوى. احنا مثل ما قلنا هذا الاختلاف يدل على انه وجود جهة سياسية. لماذا من هذه الحقيقة الأسئلة ما انا اللي اجاوب عليها، تجاوب عليها الجهات الاخرى، لكن انا اقول ان المعركة لا زالت مستمرة، لم تنتهي بعد مع داعش. لا نريد الان ان نصعد في اي امر، لا نريد ان نخلق مشاكل. المشكلة اي مشكلة نحن نخلقها بيناتنا، المستفيد الوحيد هو داعش. أمامنا لمحاربة داعش أمور كثيرة جدا، ليس فقط المعركة العسكرية، بل قد تكون المعركة الفكرية لمحاربة الإرهاب ولمحاربة التطرف هي أهم من المعركة العسكرية. وإزالة أسباب التطرف هي جدا مهمة حتى يعود الاستقرار للمدينة. هذا رأينا. سيد أثير، ليش ما تقول عندما لا يكون هناك تفاهم، ليش ما تقول إنه السيد العبادي القائد العام للقوات المسلحة هو ما خضع لضغوطات بقدر ما كونه استجاب لرأي قانوني مثلاً؟ يقول لك أنت شلون تنطي هاي المناطق لحرس يقوده محافظ سابق على أمر القاء قبض؟ يعني شوف، موضوع أمر إلقاء القبض حقيقة هاي قضية يعني أنا ما حاولت أن أتحدث فيها في الإعلام إطلاقا، يعني أو قليل جدا. اليوم راح أحاول أخليك يعني تتحدث. هذا الأمر اللي صدر حول لا، أنا الحقيقة ما أريد أتحدث لسبب، هو ما أريد أن أثير أزمات، لا أريد أن أثير قضية. يعني هذا الأمر إلقاء القبض اللي صدر واللي أثناء صدورهم اللي هو حسب المادة 331 واللي هي ممكن أن تكون مخالفة، هذا يتعلق بعدم موافقتي لتسجيل أملاك للوقف السني إلى الوقف الشيعي في الموصل. في عام 2012 كان هناك أزمة واحتقان طائفي كبير، وجاء الوقف الشيعي راد يسجل أملاك للوقف السني يحولها إلى الوقف الشيعي. أنا حاولت أن أهدي الموضوع وأعالجه بالطريق القانوني، أرسلت القضية إلى مجلس المحافظة لإصدار لمناقشة الموضوع، فاعتبروا هذا التأخير جريمة يجب أن أعاقب عليها. بالنتيجة صدر أمر القاء قبض، وتعرف يعني أستاذ رجعنا للخلفيات السياسية للموضوع. نعم، ما يخالف. بوقتها أنت اتهمت جهات سياسية بالسعي لإصدار مثل هكذا ومتحكمة بالقضاء وغيره بالسعي لإصدار مثل هكذا. هو القضية سياسية أخي، القضية سياسية بحتة، لأنه أصلاً هذه القضية هي حتى لو صحت فهي مشمولة بالعفو.
يعني القضية لا تعني شيء من الناحية، وهي لا تتعدى كونها مخالفة. زين. لكن هو بالتأكيد في هذا الظروف أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بغداد للتقاضي، لهذا السبب يستغلون مثل هذه الأوضاع لإثارة قضية. يعني إحنا أستاذ أحمد عندما نتحدث عن مشكلة بحجم محاربة داعش والتعاون على محاربة داعش، ونضع أمامه مثل هذه القضايا البسيطة اللي هي لا تتعلق بهذه القضية وإنما تتعلق بعمل إداري، ونحاول أن نعرقل موضوع استلام أهل الموصل لأمن مدينتهم بمثل هذه الأسباب، لا، هذه قضية مدهوسة أو مبيتة بالتأكيد. طيب ليش ما تقول أنه السبب طارئ، على اعتبار أنتم من بداية معارك تحرير نينوى أنتم مشاركين بالمعارك ومنطين شهداء، شنو هذا السبب الطارئ اللي حصل؟ مشاكلكم السياسية مع أطراف تعتقد أنه أثرت على عبادي وخلتكم تنسحبون من الموصل، هاي قديمة صار لها سنين، شنو هذا الطارئ اللي خلى بعد مشاركتكم يصدر هيك أمر؟ هم اللي يشوفون الطارئ بأنهم كانوا يعولون كثيرا على أنه لم يعد لدينا قبول في الموصل، ويعتقدون بأنه الموصل يعني رافضة لنا كجهة كقوى سياسية. عندما وجدوا العكس من هذا، وجدوا هناك يعني حماس من أهل الموصل لاستقبالنا لأن نكون فعالين في الموصل، هذا الأمر خلى الجهات السياسية تضغط على العبادي بأنه يجب أن يمنع أثير النجيفي من دخول الموصل بأي طريقة كانت. أو تعتقد عفوا هنا خلنا توقف، هنا هذا شيء مهم، تعتقد أن العبادي ممكن يفرط في ورقة سياسي بهالثقل هذا وبهالتأييد وجماهير الموصل مرحبة به؟ شو أي سياسي مهما كان الضغط اللي عليه مستحيل يفرط بهيج ورقة ممكن تخلق له أمن بعد تحرير الموصل؟ نعم، يعني المشكلة أن كثير من القيادات العراقية لا تفكر بعقلية أهل الموصل أو لا تنظر إلى رأي أهل الموصل، تنظر تفكر بعقلية الضغوط السياسية التي تتعرض لها في بغداد والمناطق الأخرى. فيهتم السيد العبادي، يهتم أن لا يتعرض إلى ضغط في مناطقه على أن يكسب أهل الموصل أو يخسرهم. فأنا يعني هي واضح لأنه لم يكن هناك أي مبرر لهذا التبديل في هذه العملية. وطبعا بالمناسبة، نعم بالمناسبة، يعني حتى بعد أن انسحبنا نحن من الموصل، القادة العسكريين وقعوا في مشكلة لأنه الحشود الأخرى لا تشكل قوة عسكرية منظمة ولا تشكل يعني جهة يستطيعون الاعتماد عليها، فأصبح ظهر الجيش تقريبا مكشوف في كثير من القواطع. فيعني القادة العسكريين كانوا مصرين على أنه وجود حرس نينوى ضروري جدا في هذه المناطق. أنا ما أعرف كيف ضحوا، يعني السيد العبادي وغيره ضحى بسلامة قواته وبأمن قواته، ضحى بها لضغوط سياسية. هذا اتهام ثاني أيضا أو تصور ثاني حول عدم خلنا نقول دقة قرار القائد العام للقوات المسلحة. بالأولى اتهمت خضوع لضغوط سياسية، الآن تتهم أنه يكشف ظهر الجيش نتيجة انسحاب حرس نينوى خارج الموصل. نعم. الضغوط السياسية، لا شوف، الضغوط السياسية مو اتهام، يعني الضغوط السياسية أعلنوها عدد من السياسيين، أعلنوا حملة، شنوا حملة جديدة. الضغوط متهام، لكن استجابة القائد العام للقوات المسلحة لهذه، نعم، الضغوط في، نعم، في مثل هذا يعتبر اتهام. هي واضحة أخي. تفضل. هي واضحة كانت، ما تحتاج إلى أنه هو عدد من السياسيين شنوا حملة لمنع دخول حرس نينوى، القائد العام استجاب لهذه الحملة. تقدر تسمي لهاي الأطراف؟ هم واضحين، هذول كم واحد من نواب الموصل ومعاهم قوة تسندهم في بغداد. أها. زين، أنت حكيت عن التأثير السلبي. يعني ما يحتاج. عفواً. التأثير السلبي لانسحابكم، مش قد أنتم تلزمون أحياء؟ يعني كم حي الرقعة الجغرافية اللي كان حرس نينوى يمسكها، موقعها، شنو هذا التأثير العسكري اللي سميته اللي أثر على قواتنا بنينوى نتيجة انسحاب الحرس؟
يعني نحن كنا نمسك نصف الموصل نصف الساحل الايسر بالضبط. كان المحاور اللي اوكلت لنا ما بين طريق موصل دهوك وطريق موصل اربيل امتدادا الى سنتر الى مركز الساحل الايسر. هذه تشمل تقريبا 30 حي، هذه كلها كانت يمسكوها لواءين من حرس نينوى. وطبعا الخطه كانت بالتعاون مع الفرقه 16 هو وكان هناك يعني في كل النقاط قوات مشتركه نحن وفرقه 16، لكن فجأة صدر الأمر بالانسحاب، فنحن انسحبنا، ظلت الفرقة 16 وحدها في هذه المنطقة. الآن الفرقة 16 هي التي تغطي هذا المكان، يعني ما تم استبدال قواتكم بقوات أخرى مقارنة بهذا القاطع؟ ما تم استبدال قوات حرس نينوى حقيقة، لا يوجد القوات الأخرى. نعم، لا القوات الأخرى موجودة، أكو حشود أخرى عشائرية موجودة الآن في داخل الموصل. في الخطة الأولى كانت هذيك الحشود الأخرى تمسك نصف الساحل الأيسر الثاني، يعني أيضا من طريق أربيل إلى طريق موصل كركوك، هذه نصف الساحل الأيسر، كانت الخطة أنه تمسك هذه النصف. الآن تم توزيع هذه الحشود العشائرية الأخرى على بقية القاطع، يعني أصبح عدد يعني الحمايات أو القوات الموجودة نصف ما كان موجود بالفترة السابقة. ما تعتقد أنه تصرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تصرف حكيم، على اعتبار أنه أنا أعطي هاي 30 حي وممكن لهم متمددين أكثر وعابرين على الجانب الأيمن أيضا عدد قواتكم بحرس نينوى يزيد، وكأنه يسلم الموصل قبل انتخابات مجالس المحافظات بأشهر إلى سياسي، يعني حرس يقود السياسي مختلف عليه في الموصل وفي بغداد، فهي خش يعني ليش أعطيك ورقة يا أثيل النجيفي؟ نعم، ممكن السيطرة على الموصل يعني بعد تحريرها. خالف. نعم، هو الخشية سياسية أم أمنية؟ هل الخشية بأنه تكون هناك قوى سياسية في الموصل تستطيع أن تضبط أمن الموصل، تستطيع أن تؤدي إلى استقرار الموصل، ولكن هذه القوى السياسية نحن مختلفين معها سياسيا. المقارنة بين هذه الحالة وبين حالة ثانية أنه لا يهم أمن الموصل، خلي تضطرب، بس المهم أنه لا يجي قوى سياسية يقبلوها أهل الموصل. الحقيقة أنا أعتقد أنه نحن اليوم معركتنا ليش تعتبر نفسك أنت مقبول من أهل الموصل والآخرين مرفوضين من الموصل؟ هذا السؤال الجوهري. السؤال يعني أنا لو كنت مرفوض من أهل الموصل، المفروض القوى اللي أو المضادة اللي تشجعني أن أدخل هذا الامتحان، لأنه راح أصطدم برفض أهل الموصل، لكنه لأن هذه القوى هي واثقة بأنه لن يكون هناك رفض من أهل الموصل، لهذا هي حريصة على عدم دخولنا للموصل. وأنا كقائد عام للقوات المسلحة وبهيش معركة حساسة إخوان، ليش أدخل نفسي بهيش معمعة؟ لا راضي عليك أخليه يدخل، ولا اللي زعلان من أثيل النجيفي أخليه يدخل، وخلي بس الجيش يحرر وذاك الوقت تجي انتخابات. تفضل. نعم، عند أكو بدائل كافية؟ هل قوات الجيش كافية لهذا الموضوع؟ إذا كان قوات الجيش كافية لهذا الموضوع ماكو مانع. إحنا اليوم لما نقدم شيء إضافي، إحنا نسد فراغ موجود لدى عدد القوات الأمنية. إضافة إلى هذا الفراغ، وجودنا يمثل نقطة أساسية جدا. يعني أنا أعتقد وجود القوى الموصلية في هذه المعركة ومهمة جدا، هي خير رسالة لأهل الموصل أنه داعش هي عدوتهم ولا تمثلهم. إبقاء كل القوى التي الموصلية خارج المعركة هذه رسالة خاطئة، رسالة يمكن أن تستفيد منها داعش. لهذا أنا أعتقد وجودنا، حتى ولو كان وجودنا شكلي وكان وجودنا صوري، مهم جدا لأهل الموصل أنه يا ناس هذول أهلكم جايين معنا يقاتلون ويحرروكم. هذه الرسالة لازم واضح. ما تخسرها. ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة يا سيد أثيل؟ المعركة الفكرية اللي أهم. جيد. ما هي المشكلة سيد أثيل؟ حضرتك
سياسي موصلي معروف وعندك جمهور وعندك حرس نينوى، سياسيين وصالوا آخرين عندهم أفواج بالحشد وعندهم أيضا إذا دخلوا إلى نينوى وأنتم مختلفين في الرأي وواصل بيناتكم قضايا ومحاكم واصل بيناتكم، يعني تخيل وضع الموصل إذا أنت تدخل حشدك والجماعة يدخلون حشدهم واثنينكم مختلفين وجهات النظر، أنا شلي في هالدوخة يا رئيس وزراء اثنينهم ما أدخلهم وعندي قوات وعندي جيش وعندي عندي وعندي شرطة لا ما مشكلة لا هو لو كان عنده أخي لو كان أكو قوات ماكو مشكلة أنا قلت لك لو كان أكو قوات خلاص تدخل القوات الرسمية ونحن نبقى ما مشكلة يعني ما أكو أي إشكال، لكن هو أكو حاجة هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه بالنسبة إلى حرس نينوى خلال هذه الثلاثة أشهر من المعركة أثبت حرس نينوى بأنهم أكثر الناس التزاما، لم يتدخلوا في أي قضية سياسية، لم يخلقوا أي مشكلة، بالعكس كانوا يعني يتقدمون، حتى هذا السيد رئيس الوزراء يعرف بهذا أنه الحشود لا تقاتل في الصفوف الأمامية. حرس نينوى الجهة الوحيدة التي كانت تقاتل بالصفوف الأمامية مع الجيش، لأنه يعرفون بأنه عندما يصدر إليهم أمر لا يتوقفون. فإحنا عندنا انضباط كامل حقيقة أكبر من أنه ندخل في مشاكل صغيرة مع آخر سؤال الآن، وين تجمعتوا؟ وين تجحفلتوا؟ وين سحبتوا؟ قدروا على الاستيعاب. وين انتشرتوا الآن؟ وين أعدتوا انتشاركم؟ الموقع الشلالات؟ إحنا لا زال حرس نينوى يمسك لا زال حرس نينوى له أربع أفواج تمسك أطراف مدينة الموصل، وعدنا لواء تم سحبه لإعادة تنظيم ويعني نعيد تنظيمه واستعداد للمرحلة القادمة، ونحن واثقين أنه بعد أسبوع أو أسبوعين راح يحتاجون مرة أخرى، لأنه بالتأكيد هذه العملية غير مدروسة، وأكيد راح يشوفون بأنه الوضع يحتاج إلى أن يكون هناك قوة، فإحنا ما نريد أن نخلق مشكلة. طيب. وبهدوء جدا، إذا احتاجونا نحن جايين ونساعد، إذا ما احتاجونا نحن باقين وجاهزين. طيب نقرأ تعليق للمشاهدين. علي فاضل يقول السلام عليكم، أكيد إبعاد قوات حرس نينوى مثل عدم السماح للحشد والبيشمركة بالمشاركة بالمعركة وحصر الأمر للقوات الرسمية الحكومية، يعني إذا سبب سياسي فالحشد والبيشمركة هم قضية سياسية، بس بيناتنا الحكي الظاهر ما يثقون بالجماعة، الحاج أثيل أو فلاني الجيفي. أي علي الأسعد يقول إعفاء حرس نينوى من مسك الأرض قرار عسكري لا علاقة لأي جهة سياسية فيه، فبعد التضحيات الجسيمة التي قدمها جيشنا الباسل والخبرة الميدانية التي أذهلت العالم تولد لدى جيشنا شعور بالمسؤولية تجاه الوطن، فأصبحت أولى أولويات القادة هو الحفاظ على المكاسب المتحققة، ولأن أبطالنا البواسل أكثر دراية بالثغرات الموجودة في حرس الموصل وأكثر معرفة بظروف إنشائه مما اضطرهم لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي. شكرا جزيلا على هاي التعليقات سيد أثيل النجيفي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.